إن شاء الله نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور سمير الجبوري، أهلا وسهلا بك في محاضرتنا، مشرفنا. رئيس الشبكة السويدية العراقية، الله يبارك فيك دكتور، نستأذنك لبدء المحاضرة إن شاء الله. بارك الله بك دكتور. أخواني الأعزاء، برعاية الشبكة السويدية العراقية للدراسات في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لوند السويدية، تقيم الإدارة العامة لمنتديات الشبكة العراقية قسم تمويل واستثمار البحث العلمي الدورة التخصصية في تمويل البحوث العلمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولمدة شهر بواقع 4 محاضرات كل يوم أحد الساعة 8 مساء إن شاء الله تكون المحاضرة. الدورة طبعا من إعداد وإلقاء الأستاذة الدكتورة غادة محمد عامر، وكيل الدراسات العليا والبحوث لكلية الهندسة جامعة بنها المصرية، وبنفس الوقت هي رئيسة قسم تمويل واستثمار البحث العلمي في منتديات الشبكة السويدية العراقية. إن شاء الله المحاضرات ستكون كما أسلفت كل يوم أحد، يوم 4/10 ويوم 11/10 ويوم 18/10 ويوم 25/10. خلينا شرط لحضور الـ4 محاضرات يحصل العضو الحاضر على شهادة حضور بالدورة. الدعوة عامة لكل أعضاء منتديات الشبكة السويدية العراقية ولأي ضيف يحل علينا. أحب أقدم لكم أختنا الدكتورة غادة. أختنا الدكتورة غادة هي أستاذ في هندسة القوى الكهربائية، وكيل الدراسات العليا والبحوث في كلية الهندسة جامعة بنها، ونائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. تولت بعض المناصب الأخرى مثل مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال في جامعة بنها، والرئيس التنفيذي لمركز أبحاث الأوقاف العالمي، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية في جامعة بنها. سميت في يناير 2014 كواحدة من أفضل 20 عالمة مسلمة مؤثرة في العالم من قبل لجنة دولية تقييم في العلوم الإسلامية، كبطلة ناشئة امرأة قوية، وحصلت على لقب شخصية العام في مجلة المسلم ساينز المملكة المتحدة 2015، كما احتلت في المرتبة الأولى كأبرز 50 شخصية رائدة في ريادة المرأة العربية في 2014. لها العديد من المشاركات الدولية والعلمية، لديها الكثير من المنشورات العلمية، تؤمن بأهمية البحث والتطوير والابتكار، لذلك هي تعتبر خبيرة في التسويق البحث العلمي. لذا هي الآن إن شاء الله مشرفتنا وجهودها مشكورة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، نسأل الله أن تكون هذه الدورة مثمرة وتأتي ثمارها قريبا إن شاء الله على مستوى عمل منتديات الشبكة السويدية العراقية بإذن الله. تفضلي دكتورة، الشاشة إليك. تفضل أستاذ عمر. أخي أستاذ عمر، أنت من وين؟ أنت منتمي لأحد من منتديات الشبكة السويدية العراقية؟ أهلا وسهلا بك، كيف حصلت على الرابط أصلا؟ منين إجاك؟
اي لانه احنا اخي ذاك الاسبوع تاجلت ماشي. اذا راح اخلي لك رابط هنا وتدخل على منتديات الشبكه السعوديه. ان شاء الله اخي ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اخواني الاعزاء، ملحوظه قبل لا تبدا اختنا دكتوره غاده، الان راح ترد هوايه اسئله من حضراتكم او مو من الكل، من البعض، انه شاشه العرض ما موجوده. اخواني الان اذا تراقب بالاشخاص الحضور، دكتوره غاده لها اثنين ايقونه، ايقونات اثنين لدكتوره غاده. الايقونه اللي بها صوره دكتوره غاده هذه الايقونه مال دخولها، الايقونه الثانيه مال العرض مال دكتوره غاده هي هذه المهمه. اكو علامه تطلع مثل راس الدبوس، هذه تضغط عليها تظهر لك العرض، حتى لا يصير ارباك وتقول ماكو عرض وهكذا. جزاكم الله خير وبارك الله بكم. تفضل اختي دكتوره غاده وعذرا على المقاطعه. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخي الكريم دكتور يوسف، وشكرا على مجهودك، وطبعا شكرا لاستاذي الدكتور سمير الجبوري على المنتدى وعلى يعني العمليه بجد ان احنا نغير فكر الناس. انا بشكركم جدا جدا على فكره المنتديات، وطبعا شرفت بانضمامي ليكم، وان شاء الله تكون بدايه خير لينا كلنا. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اينما كنتم، ربنا يكرمكم جميعا، وانا سعيده جدا بانضمامكم النهارده. انا بس ابدا قبل ما ابدا المحاضره، لان انا عارفه ممكن تكون المحاضره شويه مختلفه عن المحاضرات التقليديه اللي احنا بنشوفها في جامعاتنا، وخاصه ان كل اللي موجودين الباك جراوند بتاعتهم في الريسيرش او الاكاديميك فيلد. بس عايزه اقول لكم المحاضره المره دي مختلفه، لان احنا بنتكلم على استثمار، على بحث موجه لخدمه مجتمع. بتكلم على ان احنا عاوزين نغير لغتنا كباحثين، ان احنا نوصل معلوماتنا بشكل مختلف. فشكل العرض وشكل المحاضره هتلاقوه مختلف تماما عن المحاضرات التقليديه اللي تلقى في الجامعات. دوت ليه؟ لان انا لما بدات اشتغل في الاستثمار في التكنولوجي، وبفضل ربنا قدرت ان انا احصل على منحه واستاذ يو سي بيركلي في امريكا، فوجدت ان فكره العرض بتاعنا عشان نوصل ونغير فكر كانت للاسف في بعض الاحيان خاطئه. العرض لازم يكون فيه فكر جديد، ولازم يكون واضح بشكل مختلف. اي اسئله عند حضراتكم ممكن تكتبوها في الشات، واحنا في المنتدى اللي عنده استفسار ممكن يتواصل معانا ومع دكتور يوسف، واحنا موجودين في اي وقت، لان احنا هدفنا مش بس ندي محاضرات، هدفنا ان احنا فعلا ان شاء الله واحد فينا يقدر يعمل ستارت اب او شركه او فكره، او ان يكون حتى مستشار بالفكره بتاعته، ده هيفيدنا كتير جدا. نبدا العرض على بركه الله، وزي ما قلت لكم اي استفسار ما تنصدمش ان المحاضره شكلها مختلف، لان احنا عايزين نبدا من السكراتش ونغير فكرنا كباحثين تقليديين الى باحثين نقدر نستثمر في افكارنا ونكون فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمن او رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير من الله من المؤمن الضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نشير العرض. دكتور سمير يوسف، دكتور كله شايف عرض كده؟ لا حاليا لا، العفو. طيب ثانية معلش. تمام، حاليا موجود. أمين. كده كل شايفين؟ طيب. ان احنا بادئين لنازل وليه يكون متعمل، يعني فكره يكون متعمل. دايما احنا فاكرين في الجامعات ان موضوع البزنس او فكره ان انا اتحول الفكره بتاعتي لفكره استثماريه او انا ابيع او لها لايسنس او ابيعها لشركه اخرى، ده كان بعيد جدا عن تفكيرنا. احنا كنا بنشتغل فقط احنا موظفين للاسف، او موظفين في شركات خاصه او قطاعات خاصه في البحث العلمي. هم فينا بشكل مختلف، ودي فكره الازمه خلينا نشعر عن سببنا الكبار بيحبوا هم كانوا مفروض ان هم ابطال المكان اللي هم فيه، والاخر بيلاقوا ان هم مستنيين دخل مادي بسيط. عايزهم بس اللي فاتح هناك يقفلوا عشان يبقى خطوه واحده. كيف نبدا بنفسك؟ انا بعمل زي ما دكتور قدمني، وبفضل ما انضميت وبستثمر العلمي في الجامعه العامه اللي في السعوديه العربيه. عشان نبدا
يعني هسألك سؤال ومعلش يعني إيه، هو شوية سؤال غريب. أنت عاوز تكمل حياتك يعني، سواء أنت طالب أنت متخرج أو أنت أوريدي أستاذ جامعة أو أنت أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك وات إيفر، أنت عايز تعمل إيه؟ ده سؤال هيبني عليه جدا في تفكيرنا المختلفة. هل أنت عاوز تكون فكري؟ يعني أستاذ كتير جدا على فكرة عندهم المقدرة، ولا عايز تكون بعدها مثلا شركة مقاولات، ولا أنت عايز تكون كورة وأنت عاوز تكون ساينس بس وتشتغل في الجدل؟ وان انت الدولة مش شايفاني ومحد بيساندني وانا عندي فكرة كويسة جدا واحبط بقى استاذ وبقى في الاخر الاقي السالري بتاعي ما يسواش، فابدا احبط الناس الصغيرين اللي طالعين جداد وهكذا، وتستمر الحلقة ان احنا بنمشي على كذا، وفي الاخر بعد ما تم 60 سنة استنى بقى الجامعة تاخدني او ما تاخدنيش، ابقى استاذ متفرغ وبعدين غير ليه كل الكلام ده؟ انا عندي ربنا مديني موهبة ممكن اشتغل بيها فور ايفر ويبقى عندي مردود اقتصادي كويس. ايضا نظامنا بيبقى 40 عام، يعني انت لما بنتخرج احنا بنخرج تقريبا في حدود ال 20 21 سنه، يعني في مصر 40 عام في العمل، يعني حوالي 80,000 ساعه انت بتشتغلها في حياتك، يعني تقريبا اقول لك ايه ده تقلت عمر بيضيع. فانت ما كانش بتضيعه او بتستفيد منه بشكل صحيح، فانت واقع في مشكله كبيره جدا. عشان المحاضره النهارده بقول لك بعد ما تقف مع نفسك وتحدد هدفك، انت عايز توصل لحد فين؟ انت محتاج تعمل ايه في حياتك؟ عايز بس تاخد ابحاث علميه وماجستير او تخصص بكالوريوس عشان بعد كده تحصل على شهاده وتثبيت وتشتغل موظف وتخلف وتجيب بيت وتجيب شقه وتعمل فرح وخلاص؟ مش خاص مع فكره، انا مش اي حاجه. حتى ما جمعت من اموال حتى شعر انها ليس قيمه بعد سن معين، ان انت مش هتاخد اكتر ما تاخد اكتر ما تاخد. بالاضافه الى كده كمان ان الناس مش هتفتكرك انت جبت كام شقه، مش هتفتكرك انت جاي موبايل ايفون ولا شيء موبايل ايه، ما حدش يدعو بالكلام ده. الناس هتفتكرك بالانبوت اللي كسبته، زي ما بنشوف النهارده امثله كتير جدا قدرت انها توصل للناس عن طريق افكارك. كان ايه بقى الفرق بين المهنه والوظيفه؟ لو جينا قلنا المهنه مقابل الوظيفه، الوظيفه اللي احنا كلنا كاساتذه جامعه او ان احنا كاكاديميين بنخشها بنحصل صحيح على الفرحه ان احنا تعيننا في الجامعات او في المركز البحثي، ولكن احنا بنحصل على المال بقدر بسيط بيزيد ببطء، وكمان بعد فتره لو انا اتحطيت في الايكو سيستم بتاع النظام التقليدي هتحول لموظف، هتحول من باحث وعندي فكر وعندي موهبه وعندي تالنت قويه جدا الى ان انا اتحطيت في العجله بتاعه الخناقات بقى وعلى الجوده وعلى ما اعرفش مين خد ساعه ومين اترقى ومين ما اترقاش ومين هيعطلني، فبتحول الى موظف اعتيادي زي اي موظف في الدوله، مع ان المفروض ان انا كاكاديمي شخص بشتغل في الاكاديميك او ان انا ريسيرشر ان انا عندي بصمه مختلفه، ان انا عن طريق تفكير مختلفة، ان انا عايش حياة مختلفة. فكوني انا اتحطيت في الوظيفة دي سواء بقى انا عشان دخلت ثانوية عامة وما جبتش مجموع كويس او جبت مجموع كبير قوي واهلي اصروا ان انا اخش هندسة او طب او زي ما بيدعوا الكلام الفارغ ان هو كلية القمة، وما عادش حاجة اسمها كلية قمة، يعني انا هندسة وبقول لك دي خدعة فخ حطونا فيها عشان يخلوا المجتمع كله يدور على شهادات وما في الاخر ما حدش بيشتغل. الحاجة الثانية بقى المهنة، المهنة دي الحرفة والموهبة اللي انت احيانا مش عاوز تاخد، كتير جدا مش احيانا ما تبقاش عاوز تاخد منها اجازه، ودي بتبقى الانبوت والريفينيو بتاعها عالي جدا جدا، وفيها في الاخر لازم هتسيب بصمه لان انت قدرت تعرف انت عايز تروح فين. فدايما تلاقي حتى رجال الاعمال او الناس اللي بتشتغل، انا ما بتكلمش على البيزنس العادي، رياده الاعمال اللي هي بتجيب منتج وتشتغل بيه من افكارك،
بتلاقي دايما ربنا فتح عليهم جدا. وهو حتى الدين بيقول ثلاث ارباع الرزق في التجاره، والتجاره احنا عندنا احنا المنتج بتاعنا البحث العلمي وافكارنا. فانا عندي منتج بس انا مش عارفه ابيعه، هي دي الفكره. المهنه كمان هي اللي بتخليك تنط من على السرير الصبح ان انت عاوز تنزل 1 2 3، انت رئيس نفسك. المهنه هي اللي بتخليك ما تخافش من رفض، او ما تخافش ان انت تتملق لشخص، عشان انت عندك موهبتك مهما ودوك في حته، فانت موهبتك هي اللي تشتغل وهم يحتاجوا، عشان انت مختلف عن الكل. فانت تختار عايز تكون وظيفتك التقليديه، ولا عايز تكون المهنه اللي انت بتحبها وتلاقي نفسك فيها بعد فتره. ازاي تخطط في الامور دوت؟ لازم عشان نبدا المحاضره ان انت تكتشف اهتماماتك وقدراتك، بمعنى لازم تعرف هدفك في الحياه ايه، ايه اللي انت عايز توصل له. في الصين بعد سن 5 6 سنين تبدا الام، وفي الكيان الصهيوني كمان يقعد تقعد تتكلم مع ابنها انت عايز تبقى ايه، انت عايز توصل لايه. اذا كان حلمك اخره ان انت تكون فول بروفيسور، يبقى انت ده مش ده وسيله. اذا انت حلمك ال 5-6 مليار دولار، ده برضو وسيله. اذا انت حلمك ان انا اكون whatever ايه، ده وسيله. اما الهدف مثلا ان انا عايز افتح مصنع من ابتكاري اشغل فيه 100 عامل، مصنع مثلا للديسيبل بيبل، مصنع ان انا اخدم امم بحالها، بحيث ان انا بعد عمر طويل 40 سنه قدام الناس لما تيجي المكان ده او يشوف الانبوت اللي انا عملته من الريسيرش ومن بحثي يقول الله يرحمه. انا احيانا بحقد على الناس، بس بحقد بحسن نيه مش بسوء نيه، مثلا على اللي عمل التكييف كارير ده، واقول سبحان الله، يعني هو راجل في كل ما حد بيخش في الجو حر يقول الله يكرمه، لان هو عمل حاجه فيها اضافه للبشريه. فده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نعمل اضافه. وحتى لو الناس ما امنتش بيها على قيد، واحنا على قيد الحياه، اعتقد انها جاك مردودها وانت في بتقابل وجه كريم بعد عمر طويل ان شاء الله. فانت لازم تكتشف، حدد انا عايز اوصل لايه. وفي مثل صيني بيقول لك صوب على النجمه تصيب المأذنه، يعني خلي احلامك كبيره بس قبل التطبيق. وهكلمك عن الموضوع ده دلوقتي ازاي. ايضا حدد اهدافك زي ما احنا قلنا، حدد اكتب في ورقه ان انا عايز اوصل مثلا يعني بعد سن كذا، عندي الاستراتيجيه بتاعتي الهدف الرئيسي كده. الاستراتيجيه ان انا بحط خطه على 50 سنه، وخلي بالك ال 50 سنه دي في عمرنا ولا حاجه، يعني انا من كام سنه كان عندي 20 سنه دلوقتي دخلت على 40، او انا عندي 46 سنه دلوقتي. فانت هتلاقي نفسك طلعت فجاه للسن دوت، وانت ايه العمر اللي انا ضيعته، ايه اللي انا الادد فاليو اللي انا عملتها. ما تستصغرش نفسك، ما تقولش لسه بدري، كل دقيقه من عمرك فهي بتعدي بسرعه اسرع ما ممكن تتخيل. فحدد اهدافك، حط هدف كبير قوي احلم بيه، وبعد كده حط التكتيكات بقى، يعني مثلا ايه عشان اوصل الهدف ده محتاج اخلص الماجستير سنه كذا، محتاج ان انا اتعرف اعمل نتوركينج، محتاج ان انا اشتغل حرفه اخرى عشان اتعلم الحرفات، محتاج اخش اخد على الانترنت بعض الوظائف، مثلا انا بشتغل في البحث العلمي اتعلم على الديجيتال ماركتينج، اشتغل يعني ابدا احدد التكتيكات اللي توصلني للهدف. ايضا خطط تخطيط استراتيجي واضح، وحط خطط بديله، واوعى تفتكر ان حياتك هتمشي سموس، تبقى انت انا اسفه ضد حتى ربنا حب يديك مثال على الاي سي جي، رسم القلب. الاي سي جي في الكيو ار اس بتاعته طالعه نازله عشان تديك انديكيشن ان هو ده الطبيعي، فيها الحياه فيها تشالنجز، يوم يحصل لها ستيدي ستيت او يعني ثبات، يبقى انت بعد الشر عليك ضد. فالفكره ان لازم هيحصل معوقات، اوعى تفتكر ان انت مش تفشل. على فكره انت مستحيل هتخش مجال وما تفشلش فيه، انما هو مش فشل هو تدريب. وهوريك دلوقتي امثله على ناس كتيره جدا من اللي انت بتسمع عنهم ومبهور بيهم قوي، كم مره هم قابلوا تمرين قاسي احنا بنسميه في متابعاتنا العربية انه فشل. ايضا اخلق نجاحك، ابدا حط تصميمات صغيره في حياتك وابدا اعمل نجاحات بسيطه، حتى لو هدف بسيط. بمعنى انا النهارده هدفي كبير مثلا ان انا افتح مصنع في مجال البايوتكنولوجي، يبقى انا محتاجه اتعلم كويس بايوتكنولوجي. سيبك من الجامعه، لان الجامعه التعليم بتاع الجامعه او التعليم التقليدي اصبح مختلف، اصبح دلوقتي انت مش محتاج ده، انت ممكن عن طريق الانترنت تتعلم احسن كورسات وتبدا تذاكر وتدرس وتخطط المجال اللي انت بتحبه. ابدا اشتغل على ان انا اخد ماستر مثلا في المجال ده، وماستر حقيقي مش ماستر بس ان انا الزق حته من حته، لا ان انا اشتغل ماستر قوي، عشان انا هدفي بعد كام سنه هفتح مصنع او هفتح ما حاجه في الدراج ديزاين، افتح يعني ابدا اخطط بشكل صحيح وابدا اصمم نجاحاتك. طب الخطه دي انا ما عنديش تمويل، طب اعمل ايه؟ طب اشتغل في الحته الفلانيه دي عشان تجيب لي الفلوس عشان افتح المصنع. ممكن استغنى عن موبايلي، ممكن استغنى عن ذهب، ممكن استغنى عن اي حاجه مش هيكون لها اثر بعد عمر طويل. علمك اي حاجه هتسيبها وتمشي بعد عمر طويل ما حدش هيفتكر بيها، دي ملهاش لازمه خالص. يعني دايما اقول لما تشتري حاجه هي الناس هتفتكرني ان انا اشتريتها، يعني ربنا هيجزيني ان انا اشتريتها. يعني فكر بمنطق، طبعا عيش حياتك وهات اللي انت نفسك فيه، بس في حدود ان انت لو انت الاولويه ان انا انفق على البحث وانفق على الفكره بتاعتي، ولا انا اشتري حاجه مثلا عشان الناس تشوفني بيها، لا انفق على كده. وكل اللي انت بتشوفهم زي ستيف جوبز زي مارك زيجنبرج، ما حدش منهم بيشتري ماركات على فكره. اتفرج على لبسهم عادي واقل من التقليدي، لان الناس دي واثقه ان عقلها هو الاهم مش مظهرها.
كمان عندنا قبل ما نخش على الستارت اب يعني نفهم ليه عاوز تكون رائد اعمال، يعني ايه ريادة اعمال، في مصطلحات مهمه جدا احنا رغم ان احنا شغالين في البحث العلمي لكن اعتقد انها للاسف درسناها او عدت علينا يا اما مرور الكرام او لو درسناها درسناها من منظور تخصصي، يعني ايه من تخصص الهندسه من تخصص العلوم من تخصص طب، فاحنا ما درسناهاش بالشكل الاوفرول اللي يؤهلني افكر بشكل ريادي. مصطلح زي discovery، زي creativity، زي innovation، زي invention sorry، زي innovation، زي patents، trademark والcopyrights، science، engineering، design، technology، كل المصطلحات دي بنسمعها طول النهار. وأحيانا الناس بتفتكر creativity هي innovation والinvention هي innovations والpatent هي، يعني الناس عندها الموضوع ده متداخل. طبعا احنا نخش في موضوع البزنس، وان احنا انا بتكلمش على البزنس التقليدي مرة تانية، على تسويق افكاري، على ان انا اعمل بيتنت، ان انا اوثق الفكره واجيب لها فانا اعمل فاند ريزنج عليها واقنع الناس بيها، ان انا الاقي لها سوق، ان انا الاقي دايما حد يمول لي ابحاثي لان انا قادره المس مع المجتمع ومع الانفستورز، فهم they believe in me وthey believe ان انا عندي باشون قوي جدا وعندي التالنت اللي تخليني اعمل ده. فلازم افهم المصطلحات دي، فانا هعدي عليهم بسرعه بس عشان احنا نبدا من سكراتش كان الناس مش عارفه، ولو عارفها حد يبقى خلاص دخل وبركه، بس زياده تفكير الموضوع. الديسكفري هي الاكتشافات، والديسكفري معناها ان الكشف عن معرفة جديدة، يعني هي قايمة على اساس العلوم وممكن حد يعملها شغال في الفيلد الاكاديمي او من كليات العلوم او اي حد، زي ما انتم شايفين نيوتن واينشتاين كلهم عملوا اكتشافات علمية ديسكفري. وتفاجأ مثلا ان اديسون عمل 1000 براءة اختراع لكن كان عنده اكتشاف واحد فقط اللي هو تأثير اديسون. يعني الاكتشافات ما بتجيش برضو بالسهل، الاكتشافات دي عايزة حد مش شاغل نفسه بالمجتمع قوي، مركز قوي انه يقرأ كتير، يلاحظ كل حاجة في المجتمع، كل حاجة بيقول ليه وبيقعد يدور عليها، كل مشكلة بيقول ازاي حلها. فالشخص اللي بيبقى عنده الموهبة ديت وعنده، وعشان كده الأطفال العلم بيعيشوا بتحس ان هم أسئلتهم بدون ليمت، ودي الأسئلة الصحيحة اللي احنا عاوزين نتحول ليها، لأن هو ما عندوش العقد أو خايف ان حد ينتقده. فاحنا عاوزين نرجع برضو كده، لان اللي عاوز يشتغل في الانوفيشن لازم دايما ما يقلقش الناس انها تنتقده، لان الطبيعي جدا ان فكرتك جديده طبيعي جدا ما حدش يفهمها، طبيعي جدا الناس تقول لك ايه الكلام الفارغ ده. فالاكتشافات العلميه مره تانية هي ان انت بتعرف على معرفه جديده. الابداع الكرياتيفيتي ان هو القدره على تطوير افكار واكتشاف طرق جديده للمشاكل والفرص اللي حواليك. وخلي بالك الابداع لا يتعدى كتابه او ان انت بتفكر في فكره او ان انا كاتبه مثلا شعر او ان انا رسمه ديزاين، او يعني الابداع بين الورق وبين دماغك ما طلعناش على شكل منتج. فالابداع هو مثلا مقالات، هو رسومات، هو مثلا ديزاين معين على ورق وعلى دماغي. ونصيحه مني، احنا بنفكر افكار كتيره جدا ابداعيه وابتكاريه طول النهار بس ما بنوثقهاش، وتفاجأ مثلا بعد فترة حد زمايلك، حد في التلفزيون، حد في أمريكا، حد في whatever، بيعمل حاجة تقول إيه ده أنا فكرت فيها، بس الفرق بينك وبينه أن هو قدر ينفذ، أنت قعدت تحلم وتفكر بس ومستني حد يشيلك. المبدع ما يدورش أن حد يشيل، هو اللي يبدأ يدور إزاي يلاقي الطرق اللي يقدر يسوق بيها أفكار. فالإبداع مرة تانية لا يتعدى عقلك، لا يتعدى مقالة، لا يتعدى رسمة، يعني حاجة بين الورق وبين عقلك. الاختراع، الاختراع أن أنت بتعمل يعني إما يكون جهاز أو عملية جديدة، ودي بتبقى من صنع الإنسان، يعني مجمع بقى بين الديسكافري وبين الساينس ومجمع الحاجات دي وبدأ يعمل جهاز يا إما ملموس أو عملية بروسيس مثلا زي سوفت وير بس جوه حاجة معينة. والاختراع بيكون جزء من ابتكارات، يعني الموبايل اللي في إيدك ده في حوالي 5000 اختراع ويبقى كل واحد مثلا شغال فيه. مثال على الاختراع، اختراع المحرك الاحتراق الداخلي، وده اللي كان بيستخدم زمان لما استخدموه في الثوره الصناعيه الاولى، استخدموا قاتل خرفي بعوروا بعد كده واستخدموه بافكاره، بيستخدم في الشاحنات الكهربائيه اختراع، لان هو تم يعني عارف الفكره بتاعته المنظومه العمل ازاي بتاعته وبدا يشتغل على انه يعمل منتج او بروسيس معين. بقى ان انت تلاقي تطبيق اللي انت كتبته كابداعي او عملته كانفنشنز عشان تقدر تحل مشكله وتدور على فرص عشان تعزز وتثري حياه الناس. يعني بمعنى هوريك صوره دلوقتي ان انا بدات اخد الاختراعات دي اقفلها بشكل الناس تقبلها انها تشتريها او تاخدها منك او تقول دي حاجه كويسه. والابتكار ليه اشكال كتيره جدا، ممكن تبقى سلعه جديده، يعني انا اعمل بحث معين واقدم سلعه او اقدم خدمه جديده زي بعض الخدمات اللي هي بتشوفها اوبر والحاجات دي كلها، دي خدمات. او ان انا اطلع طرق جديده للانتاج، يعني اعمل مثلا فصنع طريقه معينه بالاوتوميشن، طريقه معينه مثلا ببروجرام معين، طريقه معينه في بعض
الرقبة كشف الأعطال دي تعتبر innovation. المحسوب أن مثلا عندنا جنوب أفريقيا ألاقي الناس دي مثلا عندي في مصر حاجة العراق شغالين في حاجة عندي في بريطانيا مش عيب أعمل فكرة طريق الحسن يعني أجيب لوكاليزيشن أو إحلال على الموقع اللي أنا فيه وأبدأ أبيعه وأفتح سوق في دول ما قدموش قبل كده زي ما الصين أو اليابان الأكل بتاعهم زي السوشي والأجنبي سواء جديد من أفكارهم الكالتشر والثقافات وبتبقى ليك مردود اقتصادي وكمان مردود نشر ثقافتك يعني خدت ثواب عرفت الناس بيك وعرفت الناس بمنتجك وعرفت الناس بالكالتشر بتاعت وطنك فده شيء كويس جدا. فتح مصادر جديده للامداد زي الشينز بتاعت التوريد والامداد ان مثلا بجيب منتج من حته هصلعه في تجزئه في حته تانية هسفره ازاي دلوقتي بيستخدم الدرون تكنولوجي في الدليفري ازاي افكر بطريقه بحيث ان انا اساعد الناس بشكل جديد أو يعني عندنا صناعة مثلا في العراق أو في مصر أو في أي دولة في عمان والصناعة دي ما كانتش منظمة أبدأ عمل لها ريشيبينج أو ليها هيكلة والهيكلة دي أقل فيها مثلا مشكلة معينة أزود فيها أستخدم منتج محلي بدأ يظهر عندي في السوق. عندنا في مصر عمل الموجود في رأسي عن إعادة تنظيم الصناعات في السولار بانل وبدأنا ناخده ونشتغل ونصدره بلدين ويجعلنا اقتراض كتيرة جدا وكان خراب بيت يعني ما احنا نعمل بيت السولار ودفت فتح وظائف عمل شغل جديد وواكب متطلبات الثوره الصناعيه الرابعه. فانت لازم تفكر بالطريقه دي يعني تفكر ان انا هخش ازاي بالابتكار بتاعي. عندنا الابتكار مش شرط ان انا اجيب منتج من سكراتش يعني مش شرط ان انا زي ما قلت لكم ان انا اعمل قنبله ذريه او انا لا لا خالص الابتكار اجيب اي حاجه طورها جيب اي حاجه خليها لها احلال فده هو ابتكار. زي ما انتم شايفين كده ممكن يكون في تطوير كل مرحله من مراحل انتاج التليفونات اللي انتم شايفينها دي كلها تعتبر انوفيشن من مرحله لمرحله اللي عملوا عمل انوفيشن خدها طور مثلا في المرحله الاولى مثلا بدا يستخدم غير الشكل وخلى الحجم اقل بدا يستخدم السيمي كوندكتورز وبدا يعملوه بدا يستخدم الانتنة اللي طالعه بدا يطور فيها ويدخل انتنة جوه وبدا يشتغل يخلي الانتنة امبيدد في الامبيدد سيستم يعني بدا يغير وكل واحد بيغير كان بيبقى مبتكر وبيتسجل براءه اختراع باسمه بيلاقي جوائز وبيلاقي التقديرات وبيفتح شركات بالفكره بتاعته. واذا انت مش عاوز تفتح الفكره بتاعتك او اعمل لها زي يعني خش بيها شراكه مع شركه ويجي لك المردود وانت قاعد في بيتكم وابدا خد الفلوس دي واعمل بيها فكره تانية وهكذا. ايضا من الانوفيشن زي ما انت شايف الكمبيوتر ده الكمبيوتر القديم اللي انت شايفينه قدامكم انا شغل البوينتر اوريك بس ده الكمبيوتر القديم اهو قدامكم وبعد كده بدا يطلع دوت وبعد كده زي ما انتم شايفين التاني اللي هو ده وبعدين بدا يبقى اخف ما يكون كل ده تطوير عشان يريح الناس يديهم كاباستي اعلى يخلي الشاشه يعني بيحط اوبشن كل فتره زي ما انتم شايفين الايفون كل يوم ينزل لك اوبشن دايما يخلي السوق مرتبط بيه ويشتري اللي ما بتجددش يموت لان طبيعه الحياه بالناس بتغير الناس بتحب تزهق فانت دايما نعمل حاجه تخلي الناس مرتبطه بيك في ابحاثها. براءات الاختراع اللي انا عملت حاجه بقى في الاختراع اللي انا عملته ده وممكن تبقى رسمه ممكن تبقى فكره ممكن تبقى حاجه معينه واروح اسجلها ديزاين معين تصميم معين المخترع بيديه حصريه في تصنيع الجهاز ومدتها زمنيه قريب حددوها تبع الوايبو 17 سنه انا ليا حق ما حدش اي حد خلاك دي مشكلتها مكلفه جدا ولازم ان انا نعمل اسجل براءه اختراع في المكان ان انا اظن او شك ان حد يصنع الفكره بتاعتي. هقول لك تركه معينه ان احنا لو بنشتغل في التكنولوجي مش لازم نسجل براءه اختراع ليه؟ لان انا عبال ما اسجل براءه اختراع تكون مني 3-4 سنين وممكن في المقابل بعد فتره تكون البراءه دي خلاص ما عادش او المنتج بتاعي ما عادش ليه قيمه شايفين التكنولوجي يعني بتتسارع بسرعه غير عاديه. فانا ممكن لا اعمل منتج واجيب حد يعمل لي انفستمنت فيه او انا مجيله وابدا اطوره وانزله واخد حاجه اسمها سي اي مارك يعني اعمله زي تريد مارك زي ما هنشوف دلوقتي لان دي بتاخد مكلفه جدا كل سنه لازم تدفع لها تجديد عشان تضمن انك هيسجل فيها. بلس كمان لو انا مثلا جبت براءه الاختراع بتاعتي بتاعت الجهاز ده في مصر وحد عمله في العراق وانا مسجلها في العراق اقول له ده بتاعتي يعني لو ده حد خدها ومين ما عنديش يقدر يقول له لا لازم اسجلها في العراق واسجلها في مصر واسجلها في الكويت اضمن الناس ان شك ان هم ممكن يطلعوا قافل عليه. فالفكره برضه انا بقول لك يعني هي سلاح ذو حديد فانت انتبه منها. الحاجه بقى الثانيه الناس تقول لك اصل انا خايفه الناس على فكرتي قلتها قبل في مره انا بقول لك إذا أنا ما عنديش إمكانية ومفسوي خلي يسرق فأنت هيجي لك ثوابها حتى لو الناس ما عرفتش فأنت طالما اشتغلت ده أصبح عندك قوة اشتغل في 10 زي ده والمردود هيجي لك
طبعا البراءه الاختراع بتكون الافراد وليس للشركات، يعني ما ينفعش شركه تسجل براءه، لازم اسم الشخص فقط، ويبقى شكلها بالمنظر اللي انتم شايفينه قدامكم دي، وتمنع المكاتب الدوليه. لو انت عندك مكتب في العراق ممكن تسجله، لو عندك مكتب في مصر او مكتب اينما كنت، لكن لو انا شركه ممكن حد يسجل، يعني نفذ الصين لازم اوجهها براءه الصين، ودي مره ثانيه مكلفه جدا عشان بس تنصب. التريد ماركس العلامات التجاريه، ودي بتبقى بتمنح الفرد او الشركه، ودي برمز رسمه معينه بحيث اللي يشوفها يعرف ان المنتج ده بتاع الشركه الفلانيه، وهي تريد مارك لما تقرا الاسم اول ما تلمحها بعينك تقول دي الشركه الفلانيه اللي عملت. طبعا بتيجي مع جوده المنتج بتاعك، مع الكواليتي، مع التواصل مع العملاء بتوعك، يعني لو عملت دلوقتي في حاجه، يعني طلعت مثلا منتج نقول في الكابلات الكهرباء بدأت تطور فيه ورحت حاطط تريد مارك مثلا شاب، هيبدا التريد مارك دوت ينتشر والناس تعرف الكواليتي بتاعته التريد مارك بتاعه. انتبه بقى وانت بتعمل التريد مارك بتاعك انه لازم ان ليس له علاقه طبعا زمنيه، ملوش حد وقت محدد، طالما انت شغال بيبقى اجره حاجه بسيطه جدا بتدفعها، يعني ما مش غاليه خالص وملهاش يعني ملهاش افكت قوي على البيزنس بلان بتاعتك، فدي ما تقلقش منها. بس انا نصيحه بقى، طالما احنا بنتكلم احنا شبكه عربيه او شبكه ليها علاقه بمجتمع العربي، اتمنى ان احنا دايما نلتزم بالاسامي او العلامات التجاريه اللي تمس الارضنا، لان دي برضو رساله. يعني احنا رائد الاعمال ما يبقاش فكره بس الربح المالي، هو عاوز يوصل رساله، عاوز دايما منتجاته تعمل. طبعا انا جبت بعض اللوجوهات الموجوده في مصر، ممكن بقى في لوجوهات في العراق، فدي اللوجوهات اللي احنا في مصر بنعتز بيها، لان هي دي مثلا شركه اهدي، كانت شركه واحد اعملها من افكار ابتكاريه خاصه بمعالجه الفواكه وحفظ الفواكه والتعاون، قديمة جدا في مصر. ده اللوجو بتاع شركة توشيبا العربي، الأهرام زي ما انتم شايفين، جهينة، بسكو بسكو مصر، دي لوجوهات احنا لما نشوفها بنعرف دوت الشركة دي هي اللي عاملاها. فانت دايما خد من الأرض بتاعتك وكون فخور بيها، لأن احنا يعني ايه، انت بتبعت مسج، وخلي بالك كل ما كانت قيمتك عالية في المنتج بتاعك هتلاقي الموضوع مختلف. كده خلصنا البيتنت، خلصنا التريد مارك، دلوقتي الكوبي رايت اللي حق النشر. حق النشر ده انا عندي ماده مكتوبه او رسومات بيانيه او موسيقى، يعني انا مؤلفه مقطوعه موسيقيه، وده حاجه كويسه جدا. دكتور يحيى المشد العالم ذره عمل تطوير في النوتة الموسيقيه للعود، عادي جدا طالما انا عندي موهبه، المهم انا موهبتي فين، وراح اعمل لها حقوق النشر. وحقوق النشر دي بتضمن ان ما حدش يقدر ياخد المؤلف بتاعك ويطبعه، ولو تعرف انت ممكن تعمل عليه قضيه وتاخد منه فلوس كتيره جدا. طبعا هي طول ما انت عايش يعني ما حدش يقدر يجي عندها، ولكن هي مشكلتها ان هي بعد الوفاه بخمسين عام بتبقى حره للمال، يعني حق اي حد يستخدمها او يطبعها او يعملها، ما فيش مشكله، الا لو بعد الشر على الشخص دوت الورثه بتوعه بداوا يجددوا حقوق الملكيه الفكريه انها خاصه بورثه فلان، بتجدد 50 سنه اخرى، تمام، ودي حسب الوايب. كده خلصنا تسجيل، وطبعا احنا هناخد بكده محاضره كامله عن ازاي تحفظ فكرتك او ازاي تاجرها او ازاي تبيعها بشكل صحيح بحيث ان انت تستفيد منها. الساينس دي حاجه بتعمل لاجل فقط معرفه الطبيعه، ما بتبقاش بهدف حل مشاكل. طبعا انا بقول والناس يعني بوجهه نظر، انا بشوف ان كليه القمه المفروض تكون كليه العلوم، لان يعني كليه العلوم هي بتشيل كليه الاخرى، يعني بتشيل كليه الهندسه والطب والصيدله والمكتب، يعني كليه العلوم هي اللي بتدينا الاساس بتاع المعرفه، بتعمل لنا الايكويشن، بتعمل لنا دراسات كيميائيه، دراسات البيئيه، الدروس ان احنا نشتغل. يعني انا بقول الهندسه قائمه على العلماء بتوعنا في كليه العلوم. الهندسه فكرتها ان انا بكسب بقى المعرفه من اللي هي العلوم او كليه البيزك ساينس، ابدا اجمعها مع بعض بقى علوم سواء طبيعه، ابدا اجمعها بحيث ان انا في الاخر اطلع حاجه فيها شكل يسمح لي ان انشئ تكنولوجيا. يعني الهندسه هي وسيط بين كليه العلوم وبين التكنولوجيا، وعشان كده انا بقول حكايه الهندسه ان هي كليه قمه، لا، ده عندي بقى التعريف جدا من الهندسه، لان المهندسين بيتجمعوا كم خطوة، لكن بتوع التكنولوجيا او بتوع اللي هم التعليم التقني جدا، وكل الدول الكبرى نستنى قائمه على التعليم اكثر مرتبات. احنا دلوقتي العالم العربي ومصر كمان شغال على انها بتعلي قيمه التعليم الفني عشان نشتغل، ان احنا عايزين الايدي المفكره العامله وليس فقط الناس اللي اداء وظيفين عمليه. المهندس بقى الشاطر اللي في التكنولوجيا تقدر يخش المضمار ويقدر كمان يبني الفتره الجايه الصناعية الرابعة يلاقي له مكان، لأن المرحلة الجاية عايز تفكير مختلف، عايز شخص يكون عنده مرونة يقدر يتعلم بسرعة ويكون يتعامل مع التكنولوجيا بسرعة. برينتر ابدا اغير في الماتيريال في اللاب وابدا اشتغل فيها، ممكن اعمل معجزات لو انا بس ركزت وايقنت ان الادوات التكنولوجيه سهله. وبتوع الهند بيعملوا كده، وبتوع غزه بيعملوا كده،
يقدروا يستخدموا التكنولوجيا اللي يجيبوها عندهم ويشتغلوا بيها في تحت برسل، مش محتاجين معامل كبيرة. كده خلصنا تعريفك في اللي احنا بقى نتكلم عن رواد الأعمال. فكرة رواد الأعمال، الريادة ممكن تكون رائد أعمال ان انا اعمل بحث اسوقه واجيب منه ردود اتصالي، افتح منه شركة زي ما احنا قلنا، او ان اكون رائد أعمال اجتماعي، يعني انا البحث بتاعي بهدف تطوير المجتمع، نشر ثقافة، تأصيل عاداتنا وثقافتنا ومنع النظام العام اللي بيدمر جذورنا. أي كل اللي انت شايفه دول اشخاص اعتقد سمعتوا عنهم. انا طبعا جايبه دي ست بنت مصريه، باباها كان حارس في عماره بواب، يعني طبعا ربنا يديله الصحه فخر لينا كلنا. البنت ما كانش عندها امكانيات تذاكر، لكن كانت بتقعد على قفص بتاع الطيور عشان تقعد تذاكر، وكانت بتساعد والدتها. البنت دي جابت 99 مع ثانويه عامه، ما شاء الله خدت منحة أمريكا وسافرت أمريكا ومن المتفوقين في أمريكا، وما شاء الله فتح ستارت اب في الحاجة خاصة السعودية عشان يساعد أهله، بس كان دايما عينه على بلده وعلى لبنان ونفسه يغير فيها. بدأ يشتغل عليها ويشتغل، وبعد شوية راح وهو شغال في الشركة التجارية ديت لقى إن ممكن طريقة إدارة الشركة بطريقة معينة، وهو طالع في الأسانسير مع صاحب الإعمار في الشركة بالصدفة 5 دقايق راح قال له أنا ممكن أحل لك المشكلة الفلانية وأتوفر لك كذا بكذا. الراجل خده من ايده قال له قول لي، بدا يشتغل معاه شويه شويه، بقى مدير معاه في الشركه، صاحب شركه، بقى عنده استثمارات وبدا يشتغل لصالح وطنه، ساب اثر كبير بالنسبه لاهله، يعني بالنسبه لبلده ساب استثمارات كتيره جدا. سمات الراجح الاول كان بياع خرده في السعوديه، وكان بيرحم يعني لم الحاجات اللي انت مثلا تلاقي استثمارات يلمها، لكن هو كان عنده يبقى عنده بزنس وعنده حاجه خاصه، ما قبلش ان هو يقول اصلا انا وظروفي، لا بدأ يفكر بدأ مكتسب في تدوير الخردة. احنا مصر المدى العربي بدأ استثماراته 40 قرش وعصر كل دور سياسة في مصر، يعني ما قدش بقى عصر دوت الدنيا تبع الدوام فلاني، لا اطلاقا الراجل ده حط الاطار بتاعه يعمل التجارات. بدأ يشتغل في حتة اسمها بيع اللي هو زي ورق بتاع الكتب، بدأ يسمع عن الترانزستور والراديو، بدأ يشتغل في تجارة الراديو والأحيان في الراديو في مصر الإرسال، بعت الشركة اليابانية اسمها توشيبا، توشيبا قالت إحنا عايزين نفتح لك مصنع في مصر، طب نفتح مصر نعمل استثمارات معاك. في 2018 قبل وفاته خد عن تجاراته وهو مش متعلم، وسام الشمس الذهبية من اليابان، هو مش متعلم، وطبعا عمل أصول مصانع موائد الرحمن في المنطقة الفرنسية، ده كان مشاكل لانه مش نفسه مين بقى اللي يمسك مين يمسكش مين بيتخانق مع مين. الراجل اللي شغال معاه كلهم بقوا من تحت الصفر، بدأوا من وظائف اعتقد دلوقتي عاديين مراحل دي كتير جدا متقدمه عن الناس دي، اعتقد مثال جيد زي ما كلهم تعاملوا بربنا وبخيار افضلهم وبدأوا يفكروا بقى مختلف. السؤال بقى ليه دلوقتي، انت عايز تضمن لنادي مخبول تبدأ بقى خطوة وتبدأ تدوم ملاحظاتك اللي أنا هقولها دلوقتي، تعرف الفرق بين البحث العلمي والبحث التقليدي، أو لو مش عاجبك يبقى أنت هتحاول حتى لو أستاذ جامعة موظف تقليدي، وهتبقى الحياة مملة وهتبقى عندك إحباطات ومشاكل لا تتخيل، لأن الروتين قاتل، الروتين يقتل أي فكر بتاعي، أو إن أنت تقضي حياتك بقى مقضيها على السوشيال ميديا وتضيع عمرك، وفي الآخر سوف تحاسب وسوف لن تنجز ولا حد يفتكرك، فأنت ممكن تختار أنت عايز توصل لإيه. لو عايزين نبدأ بقى إزاي نبدأ؟ ازاي تحول من مبدع لمبتكر ورائد اعمال؟ ازاي احول نفسي لكده؟ اول حاجه ان الحته الفلانيه في شغلي ما بخش الصبح رئيس الجامعه او العميد بيضطهدني، ابدا غير بقى تفكيرك وقول لا، طب انا النهارده بخش المكان ده ما يمكن مشكله عندي انا. ودي على فكره ده عن دراسه، وده مش كلام يعني اعلامي يعني لرفع الروح، ده حقيقي على فكرة. يعني وانت عايز تبدأ تفكر بشكل مبدع، اي مشكلة تقع فيها refer to yourself، يعني ما تستخدمش الشماعات، معنى الشماعات ما تعلقش مشاكلك على حد، حتى لو الشخص ده كرهك، لو هو حتى بينتقدك خد من الجانب والاحتمال يكون كلامه صح، انا بقدم بحث علمي في مكان اترفض، ما يمكن فعلا لغتي وحش، ما يمكن فعلا انا مش كاتب المعادلات صح، ما يمكن فعلا انا من غير ما اقصد اقتبست حاجه، يعني ما تقعدش تقول لا اصل هم مضطهديني انا عشان فلان وفلان. التجديد معناه ان انا دايما ادور على طرق مختلفه، النهارده عندي مشكله في التمويل في الحته الفلانيه ادور على باب تاني، اكتب بشكل مختلف، ابدا اخد كورسات، والتجديد مره في مره حتى في طريقه لبسك، يعني ما تقعد تمشي على البروتوتايب بتاعه ان انا اصل الموديل الفلاني اصل الموضه السنه دي الكلام ده. على فكره معظم اللي حققوا اخر الشهر وتلاقيه خلاص بدا يتصور حتى لو بياخد كام،
يعني هتلاقي اصغر موظف عندك في الجامعه الرئيس الجامعه الاكبر من الوزير كمان فهو موظف حكومه، هتلاقي نفسه عنده قسم. ما تصدقش ان هو لو مش هنتكلم على الناس اللي مش كويس عايز تكون موظف على عمار. خلي بالك هتلاقي نفسك فجاه وصلت ل 60 زي ما احنا في العالم العربي بنموت بعد سن 60 لان احنا طبيعتنا عندنا كرياتيفيتي عاليه فما نلاقيش حاجه نعملها زي عارف تخيل الحكومه عندنا في مصر لما يجي شويه بيضربوا بالرصاص فالناس اشهر بالشرب لان ممكن نعيش بره مش بيعيشوا عشان خاطر عايز اطلاق هو كل يوم يروح يتفسح ويسافر ويطلع واللي مثلا خلص شغلانه معينه زي كنتاكي بعد ما اتحل معاش كبرنيل في الجيش وقالوا انت هتموت بعد 6 شهور عشان عندك فشل كبدي والكلام ده بدا يشتغل على نفسه وعاش لحد بعده 92 سنه عشان بس فكر فكره ابتكاريه بتاعت الاكل وما كانش وعمل امبراطوريه ودايما صورته تلاقوه بشكل كبير مش شكله صغير عشان هو بدا يشتغل بعد سن 60. اول ما بتقول لا انا مش هشتغل موظف في بلدي هشتغل لمالتي ناشونال على فكره ده فخ الشركات المالتي ناشونال دي فخ لان انت صحيح هتاخد فلوس كويسه جدا وصحيح هتبقى فرحان بيها ولكن تهددها قوي جدا لان ممكن في اي لحظه يقولك مع السلامه زي ما حصل في ازمه الكورونا فيروس قالوا الناس كتيره جدا مع الف سلامه احنا خلاص هنعمل اونلاين او ان احنا اوريدي جبنا شركات من حته تانية وهكذا. فانت ليه تحط نفسك تحت ستريس وبكده ضمانهم الاجتماعي والصحي والكلام ده كله ما فيش غير كده ان انت في الشركات المالتي ناشونالز انا اسفه بتحول من 9 ل 9 بالليل اندر ريكويست هتاخد فلوس كويسه جدا لكن مش هتتفسح بيها ولا تستمتع بيها ولا تقدم خدمه للمجتمع وبعد فتره لن يفتكرك احد هتجمع فلوس كويسه جدا في البنك بس ما حدش هيفتكرك زي اللي بيسافر بره يشتغل بره في دوله معينه وتاني يحوش وفي الاخر اما بينزل بلده محدش بيعرفه وبيجيله هاجس الناس كلها طمانه فيه. فاحنا مش عاوزين نوصل للمراحل دي احنا عايزين نستمتع بالدنيا لان ربنا قال دي هي جنه فبعني بالعكس احنا عايزين نشتغلها بالشكل الصحيح. الفائده بقى ان انت طبعا لما بتبدا تشتغل في بحثك وتقدم منتج او فكر فانت هتاخد بايد الناس وطبعا حلو جدا تعرف الناس انت بتعمل ايه وتخليهم يستفيدوا منك. هتعمل احياء للنفس طبعا هتساعد الفقراء هتعمل انشاء شركات الكلام اللي انت اكيد عارفه هتغير مستقبل الناس لان انا لما بعمل الشركات في بلدي فانا بفتح وظائف جديده في بلدي ان انا بغير فكره الاطفال انت بتكون لهم قدوه بعد كده. يعني انا في مصر الناس دي فيها زي ما احنا بنشوف دلوقتي قدوه لينا في كل حاجه بتفتح فرص عمل صناعات ومنتجات جديده زياده راس المال ليك شخصيا وبتحقق حلم يعني تلاقي نفسك عايش حقيقي حلم. طبعا اهم حاجه ترقي الشيك من بعدك. ازاي تبدا الكلام ده؟ ابدا بالحلم. على فكره الحلم هو المحرك الاكثر لاحداث التاريخ وامريكا والدول اللي نشوفها متقدمه دي زي ما بيدعوا كل اللي احنا بنشوفه ساينس فيكشن في افلام الاكشن بتاعتهم دي دراسات معموله بالفعل وعندهم اوبن سورس بيقولك قول لي يعني بعد ما تتفرج على الفيلم ايه رايك فيه ازاي ممكن تطوره وبياخدوا الناس اللي بتقدم افكار ابتكاريه تشتغل في وحداتها عندهم حتى لو الباك جراوند بتاعتهم مش ساينس وتكنولوجي ولا حتى في الانوفيشن. فالفكره ان الاحلام فعلا حقيقي كانت زمانها هوريك دلوقتي كانت محرك لاحداث كتيره جدا في التاريخ واحنا كلنا بنحلم زي ما انتم شايفين الراجل ده هو شايف نفسه كده عامل عربيه بحاجه بسيطه جدا هو طبعا حلم بسيط بس يعني ايه هي نكته ولكن فكره ان انت ممكن تعمل ممكن تغير وممكن تحلم بطريقه مختلفه. الاحلام طبعا اللي زي ما احنا قلنا معظم الانجازات العلميه والتكنولوجيه اللي خرجت الامور كانت فكره حد او حلم حد حلمه قال بينفذ. ولو رجعت كل الافلام زي ما هجيب لك بعض الافلام اللي جوانا خيال علمي وطبعا في افلام كتيره جدا خاصه حتى بالناشونال سيكيورتي برضو الامن كانت فعلا كانت خيال علمي او جابوها لنا ساينس فيكشن وبتحقق حاليا. دايما انت عندك برضو في عام 1978 واحد اسمه دوجلاس ادمز ده عمل كتاب جميل جدا اسمه دونت بانيك يا ريت تقروه كتاب رائع وقال فيه ان احنا انا بحلم ان في يوم من الايام كل الكتب وكل الحاجات دي تكون مسجله على آلة خفيفه جدا يقدر الناس تسجل عليها ملاحظات وتكون عليها فيديوهات والكلام ده في 1978 وتقريبا كان بيتكلم على الحاجه اللي بين ايدينا دلوقتي اللي هي زي التاب وزي الحاجات اللي احنا بنستخدمها. ايضا عندك في 1865 يعني قبل 100 سنه من اول واحد حط رجله على القمر احنا اول واحد حط رجله على القمر 1969 كان في امريكا فالفكره انه اول واحد حط رجله على قال الكلام ده ان انا بحلم ان هو ان ممكن انسان يسافر للقمر وقعد شرح الفكره بالظبط وشرح الشاتل وازاي بيكون وده في 1865 وساعه لما كتب ناس كتيره جدا هجمته وقالت له ايه الكلام الفارغ دوت ده انت عاوز يعني ضد الاديان وضد الكلام ده الراجل كتب حلمه وسجله وحتى في ناسا كاتبين عنه مقالات كتيره جدا وذاكرينه ان الراجل ده قال فكره ابتكاريه من زمان جدا. ايضا في 1888 ادوارد بلامي كتب كتاب اسمه النظر الى الخلف من 2000 ل 1887 واتكلم فيه على الكريدت كارد ودي الصوره بتاعته وشرح الماستر كارد وقال ازاي ممكن يتم وان في يوم من الايام هيبقى الناس فلوسهم في بطاقه
وده كان حلو، والناس برضو يميها انتقدته وقالت الكلام ده مستحيل يكون لأن النقد أساسي. واحد اسمه برضو رايل ده اتكلم على الهيت فول في 1953 في كتاب اسمه فهرن 450، ده اتكلم عن النوم أن في سماعات ما استخدمها وبدأت الناس تتكلم عن طريق السماعات بوسط ما بقى. فيلم أنا كنت شفت فيلم اللي هو بليد رانر في 1982 على الفيديو كونفرنس، ودي كانت أول واحنا شفنا ساعة خيال علمي مستحيل، وإحنا كلنا نتكلم مع بعض فيديو كونفرنس. أيضا في الواقع الافتراضي الفيرتشوال رياليتي فيلم باك تو فيوتشر 1985 فيلم تماما على الفيرتشوال رياليتي وعلى على أوجمنت رياليتي كمان على فكرة، يعني هو كلام على حاجة إحنا كنا نشوفها ساعة خيال علمي. والهالوجرام طلع فيلم حرب النجوم في 1977 واستخدموا فيلم الجديد اللي هو اسمه داروج، الممثل اللي مات مثل طول الفيلم عن طريق الهولوجرام، يعني تخيل بقى انت حتى الممثلين يعني ممكن تحتفظ بشباب الممثل 20 سنه قدام عن طريق الهولوجرام اكتر من كده كمان. صح احنا داخلين على عالم مختلف برضه عن طريق الاحلام، لازم يكون حلمك مختلف. تسلا لما اتكلم على الوايرلس الكتريستي كسروا المعمل وبهدلوه طبعا لانه كان يوفر كهرباء للناس وايرلس، وكانت فكرته مختلفه ولكن اتسجلت الفكره باسمه وبدأين دلوقتي الناس تشتغل عليه، او بالفعل في امريكا بداوا يعملوا معامل وايرلس الكتريستي. ولازم تكون في صوره مشروع او منتج او خدمه تكون عارفها كويس جدا وتتصور شكله قدامي يكون عامل ازاي، يعني انا مش بس هطلع منتج النهارده، ده البحث بتاعي ده جزء من حاجات كتيره جدا هعملها عشان في النهايه هيبقى شكل الجزء النهائي بتاع البحث بتاعي ازاي او الفكره بتاعتي ازاي. طبعا ما تقلقش لو حد قلت عليك، عادي جدا. يعني انا عندنا مشكله مثلا الشاب الصغير ده كان الوقت قريب لكن السيستم اتغير، يروح يقول للاستاذ انا عندي فكره ابتكاريه كذا، اقول له الكلام ده كلام فارغ. ليه؟ لان الدكتور انحصر في سيستم معين. يعني انا استاذ مثلا هندسه القوى الكهربيه يقول لك لا احنا عندنا الكونفنشنال سيستم دوت اتخرجت عليه، بس دلوقتي الدنيا كلها سمارت، فيجي طالب يكلمني على سمارت لو انا مش عاوز اتعلم او ادرس، انا حافظه الكتب اللي انا بقالي 50 سنه شغالين عليها، اقول لا ايه الكلام الفارغ ده، ما تشتغلش ده، خلينا نبني كونفنشنال. طب السيستم كله بره مختلف، لا هنشتغل على ده. فالفكره ان الطبيعي طالما انت بتتكلم في شيء جديد ومختلف، وبعض العقول التقليديه التي لا تقبل التغيير اللي هي للاسف ومش قادره تستوعب انها تندثر مع وجود الثوره الصناعيه الرابعه ومع الذكاء الاصطناعي، هيعملوا لك عرقله شويه، فعادي جدا الناس تعرقل لك الموضوع. هتحتاج شركاء لان ما فيش حد رائد اعمال بينجح لوحده، مستحيل، لازم يكون معاك فريق عمل وفريق عمل قوي. كمان لازم تؤمن بحلمك اولا، وان انت تؤمن ان انت قادر على انجازه رغم المصاعب، ان انت اوعى تفتكر الطريق وردي، اوعى تفتكر اصل انا عالم وانا استاذ دكتور الفلاني والسي في بتاعتي تخوف، لا انسى. في البيزنس ما فيش حاجه اسمها كده، البيزنس ان شاء الله يكون واحد معهوش حتى ابتدائيه بس قادر يفكر بشكل مختلف، قادر يشتغل في مثلا انا عندي شركه سوفت وير وعندي استاذ في الاي سي تي وعندي واحد فني صناعي بس شاطر في البرمجه، هاخد شاطر في البرمجه، انا مالي ومال السي في بتاعت الشخص. السوق ملوش دعوه بالتايتلز اللي احنا بنحطها في المجتمع العلمي. النقطه المهمه ايضا، اذا انت ما اشتريتش حلمك محدش مش هيقدر تبيعه، يعني اذا انا مش مؤمنه بفكرتي محدش هيشتريها مني، فانا لازم اكون مؤمنه بفكرتي جدا. لازم تخلي المشروع اللي انت حاطه، سواء بقى انا عندي مشروع كبير من ضمنه رساله الماجستير او رساله الدكتوراه او البحث اللي انا هترقى بيه، ده جزء في مشروعي كبير جدا، وخليه ابليكابل بس خليه قوي، يعني اكبر من قدراتك. يعني مثلا احلم زي ما تشوف كده دلوقتي ان انت عاوز توصل بحثك ده لناسا، ان انت عاوز بالتكنولوجيا بتاعتك او باستخدام اي تقنيه تروح لحد المريخ، وفي قدرات دلوقتي واصبح الموضوع سهل. فكر بقدرات كبيره جدا، فكر ان انت تستخدم مثلا لو انا في دوله مثلا زي العراق ان انا استخدم الريموت سينسينج عشان اكشف كل الثروات واعمل لها مانجمنت، وفكر بشكل مختلف وازاي هعمل ده وازاي هتدرب على ده، وابدا احلم وابدا خطط واعمل بحوثك موجهه في الفكره اللي انت بتفكر فيها. طبعا دايما استخدم المهارات الجديده، يعني انا اخش كل انا شخصيا لحد دلوقتي اهوت، وانا يعني الحمد لله يعني وصلت في الجامعه بالنسبه للجامعه كاستاذ، لكن لحد دلوقتي بخش كل فتره باخد كورس اونلاين، كورس مثلا في الماركتنج، كورس مثلا في الاردوينو اللي هو البروجرامينج، رغم ان انا شغلي مش قوي في الجامعه لكن انا بره بقى بشتغل اردوينو في حاجات كتير، في الكتابه ازاي اكتب كتابه كويسه، ازاي اعمل نقد، ازاي ادور على الطرق الجديده في عمليه التحكيم الابحاث العلميه عشان اتعلم ازاي هبعت او احكم، يعني كل يوم لان كل يوم نزل جديد ولازم اكون انا كباحثه عارفه كل يوم جديد ايه، عامله اليرت على جوجل واليرت على ياهو. الراجل دوت برضو كان كاتب رفض من كذا مجله، فوق الخمسين مجله رفضته لانه ما عندوش ابداعات في الرسم وما عندوش قدره على انه يتخيل وما عندوش قدره على الكتابه، فاترفض واترفض، رهن بيته وبدأ يشتغل على انه يبيع رسوماته، بدأ يعمل ديزاين
بوتوماتو، حلم طول عمره كان بيحلم يعمل مدينه كبيره جدا للكرتون والتكنولوجيا. اخترع شخصيه ميكي ماوس وبدا يشتغل عليها على نفسه، اتسجن ورجع تاني يشتغل لانه كان عنده حاجات خاصه بالهرمونات بتاعته، لكن كان مؤمن بحلمه لم ينهزم. انفصل عن زوجته عيكي انت ما يعني بيقفش يقعد يعيط ويقول كان الحياه تمشي انه عنده هدف، لحد ما وصل عمل اسطورته اللي هي المجال بتاع ديزني وخلت اسمه برضه، بدا يشتغل عليه برضه فكره ابتكاريه ما حدش الناس قدر. بس عشان كان ده الانتظار، يا اما تقول فكرتي ومش حد معايا وتقبل نفسك ان انت تكون في صندوق مقفول، او تقول لا فكرتي وهجيب فريق عمل جدا ان حد يعمل ماركتنج، مش هتقدر تبقى انت كله وان مان شو، دي ما ينفعش، لازم تبقى الناس دي كلها معاك عشان تستمتع وتوصل اللي انت بتعمله، وتختارهم يكون عندهم نفس الباشن عندهم حاجه ايجابيه، ما يجوش الصبح يلاقي كل المشاكل لا يقدم لك الحلول، فمحتاج فريق عمل مره ثانيه مستحيل ينجح لوحده. احنا عندنا كام حلم عربي مؤجل، يعني كلنا بنحلم يكون عندنا سياره تصنيع محلي، سفينه فضاء، رياضه بتاعتنا يعني نطلع اختراع رياضه بتاعتنا احنا وبدايه اجهزه طبيه محمول عربي وغيرهم كتير جدا. وقاعدين نقول العالم كله العربي او مثلا شعبك في العراق او شعبنا في مصر او في السعوديه او في الامارات او في وات ايفر فين، بيبص لنا كاننا رول موديل، بيبص لنا يقول لنا فين الحاجات دي، بيلومنا كتير جدا. ولما بروح اي حته تقول له اصل انا استاذ في الجامعه يقول لك يعني انتوا عملتوا لنا ايه، ومعاهم حق. احنا بيها منتج عربي بالطريقه دي، بس احنا بنستخدم اعذار كتيره جدا من الاعذار، واشهر فئات الاعذار عندنا في المجتمع الاكاديمي ان انا اخسر كتير، ان انا بحتاج اموال، ما حدش بيدعمني، الدوله وحشه والناس سيئين ومحدش يؤمن بيا، انا مش رائد اعمال، انا مش بتاع بيزنس، انا اكاديمي، انا ايه اللي دخلني، انا ايه اللي يخليني اقف قدام مستثمر اشرح له فكرتي، فدي برضو مشكله. المنافسه صعبه، انا مش بتاع بيزنس فانا مش عارف اخش، انا ما اعرفش اتكلم بلغه البيزنس، فدي اعذار احنا بنسمعها. بس انا هقول لك كتير، لو انا هقول سوف اخسر كتير ان انا خايفه ان انا اخسر فلوس او اخسر وظيفه، هقول لحضرتك يعني لو انت خايف تخاطب مركزك الحالي او ان انت خايف تعيش بدون راتب او ان انا ولادك في المدرسه زوجتي او زوجي لا يعمل، دي الاعذار احنا بنسمعها برضو، ان انا لا استطيع المغامره والاستغناء، اي حاجه املكها، كل حاجه عايزها، كل حاجه عندي، بيت، عقار، شقه، عربيه، كل حاجه عايزها. فانا هقول لك لو انت فكرت بشكل صحيح، رجعت لكل الحاجه اللي عندك في البيت او في حياتك، لو انت مش عاوز تسيب شغلك في الجامعه ابدا اشتغل بعد الظهر اونلاين، دور على حاجات تجيب لك ادخار عشان تبني الامبراطوريه بتاعتك بعد وقت بسيط، وده سهل. يعني انت ممكن لو انت فعلا شاطر تقدر تخش على المواقع اللي هي ليك، تاجر وقتك بالساعه، تقول مثلا اقدر اعمل بحث في الحته الفلانيه، اقدر اكتب مقاله في الحته الفلانيه، اقدر اعمل ديزاين في رسمه معينه، وانا بتاعت هندسه، او انا بتاعت ممكن اعمل اكله، ايه المشكله، مش عيب، المهم ان انا اجمع الاسطول بتاعي اللي هيمول لي البحث بتاعي، الهدف المحمول. وفي احصائيه بتقول المنطقه العربيه دي بتجيب تليفونات وبتستخدم حوالي 20% بس من الاوبشنز الموجوده في الموبايل، يعني احنا بنشتري اغلى موبايلات عشان بس الماركه والاسم قدام الناس، اغلى الساعات عشان قاعده ايدي فيها الساعه الفلانيه، وفي الاخر انا ما بستخدمش كل الاوبشن دي، ودي خساره عليا على الفاضي. لو انت بتحتاج اموال، كلنا في الجامعه كنا بنشتكي ان عاوزين فلوس، زي ما الراجل ده قاعد بياخد فلوس كده ومش عارف اجيب فلوس ازاي، فاقول لحضرتك 100 طريقه ممكن تجيب فيها فلوس. اولا تبدا كل حاجه عندك في البيت مش محتاجها ما تجيبهاش او ما تبيعها، يعني بيع شوف اللي ممكن تبيعه عادي جدا ومش عيب. وفي مواقع دلوقتي ممكن تحط اونلاين عندنا في مصر او ال اكس، في حاجه كتيره جدا مواقع كتير ممكن تبيع حاجتك، بلس ان كل الدول العربيه بلا استثناء بتقدم دلوقتي منح، بس انت تصير فيها بشكل زي وتحل مشاكله مش بشكلك انت، يعني الدوله حاطه فلوس في مصر في العباس، حتى في العراق في بعض الجهات رجال الاعمال بيدوروا على حد وكلم، بس رجال الاعمال تحديدا شار، مش تقول اصل انا عندي تصحيح بس عذرني يعني معلش حصل كذا في الجامعه، لا 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 ملوش دعوه بالكلام، عايز من النتيجه بتاعت البحث دي عشان يحكي لك عدد فلوس، انت محتاج الطريقه دي. في مؤسسات دوليه كتير جدا، الاتحاد الاوروبي، في شركات دوليه، في مؤسسات دوليه ممكن تدور وتتعلم منك انت تدور، ما حدش هيدور تمام نبدا تشتغل. فدي حكايه الفلوس موجوده بس محتاجه انت تغير فكرك، يعني تنزل عن حاجات انت مش محتاج، او ان انت تكتب بزنس بالصحه حسب الانفستورز او حسب الاورجنايزيشن بتاعها، او حسب العدد وتبدا تصرف بشكل صحيح. انا مش رائد اعمال، انا مش ريادي، انا اكبر من اللازم، اصل انا خلاص بقى عندي 50 سنه، ايه ما اقدرش اكون ريادي؟ طبعا انت راجل واحد دي اسال من امثله سام تيلور دوت بعد ما تقاعد
بدا يعمل بزنس على الانترنت، لقى مراته بتعمل حاجات في النسيج عليها سوفت وير، او جاب شاب صغير عمله سوفت وير، بدا يتنظم السوفت وير دوت ويبيع المنتجات بتاعت مراته، عمل امبراطوريه كسب منها فلوس كتير جدا هو ومراته بعد ما اتحال على المعاش بعد 63 سنه، يعني كان عمره 63 سنه بدا يتعلم التكنولوجيا. خلي بالك بعد 63 سنه، يعني انسى تقول اتس نيفر تو بي ليت ابدا، اي سن ممكن تشتغل، بس بص لكل حاجه حواليك ازاي استغلها بشكل الصحيح. هتقول لا انا اصغر من لازم اصلا لسه طالب، هقول لك ان في باتريك دوت اصغر ملياردير ايرلندي، هو كان بيحب التكنولوجيا، بدا يشتغل على التكنولوجيا ويعلم نفسه من غير جامعه من غير اي حاجه، عمل شركه اسمها سترايب هو واخوه، بدا يتعلم البرمجه وهو عنده 10 سنين، مش اهله بدل ما يلعب على الفيسبوك ويلعب ببجي ويضيع وقته. انا شخصيا عمري ما انزل على موبايلي جيم، لان عارفه ان دي خساره وقت وعمر غير عادي، بدل ما انزلها في جيم ادخل كورس اونلاين على ايدكس على كورسيرا واتعلم الحاجه دي تفيدني. تمام، الراجل دوت خد جايزه عمل دي وسمناه اسحاق عشان يتنمونا عن اسحاق نيوتن الشهير، وفي 2005 خد حاجه عن عمل تطبيق لغه الارتفيشال انتليجنس اسمها كروما زي كده، خد قيمه 3000 يورو، وبعد كده ما شاء الله باتريك دوت بقيت 88 في 2019 وصل ثروته 2.1 مليار دولار. فيعني عايز تقول لي صغير كبير ما عندكش حجه، كل الناس دي كانت عندها مشاكل واشتغلت على نفسها. هتقول انا ما عنديش خبره، عمري ما اشتغلت في المجال ده، اقول لك جون كوم بتاع واتساب اللي انت عمرك ما سمعت عنه، ما سمعتش عنه كتير لكن سمعت عن شركته. الراجل ده كان مهاجر من كاليفورنيا مع عيلته، كان جاي من اوكرانيا وكان عنده مشاكل في اوكرانيا مع اسرته، يعني يعتبر ان هو كان لاجئ او عنده مشاكل البلد بتاعته، ما تحجلش، بدا يتعلم والده عنده في الاخر مدارس خالص، ما دخلش مدارس، لكن اتعلم اساسات الكمبيوتر في وقت فراغه مع نفسه، لانه كان بيشتغل يساعد والده، بدا يشتغل على نفسه، عمل شركه حاجات في التكنولوجيا خدته ياهو، اشتغل معاهم كمهندس مش مهندس عشان بيقدر يشتغل على السوفت وير والكلام ده، وبعد كده عمل تطبيق الواتساب في 2014 بمبلغ 19 مليار دولار، ارقام كبيره جدا من حاجه بسيطه جدا بس فكره، وبدا يشتغل على صح. هتقول انا كل يوم ساعه، يعني مش هحرمك منها بس اقعد كل يوم نص ساعه او ساعه بس، وبعد كده اكتب تو دو ليست وحاسب نفسك على الوقت ده. انا خايف ان ما تشتريش ابتكاري، ان انا كل المشروعات بتفشل، هقول لك ان اذا انت ما فشلتش يبقى انت ما عندكش ابتكاريه، عادي جدا ان انت تفشل. يبقى الشركه الاحلام في السوق، المنافسين، الروتين، الفساد، كل ده عيني وراسي، كل الشركات دي قدت نفس الكلام مثلا زي شركه اوبر، نفس كل شركات التاكسي على مستوى العالم وعامل مشكل وتنسيل ده رشاح مقفوله وهي ما عندهاش تاكسي ابلكيشن. بي ام بي اكبر شركه فنادق في العالم وعندها ريل استيت، وكل شركات السوق ضدها، عندك سكاي بي وكل الاتصالات ضدها والواتساب، عندك شركات التجزئه وقفوا فيسبوك وهكذا، نتفليكس، كل المنتجين السنه في العالم بس نجح. الفكر هتلاقي وهتلاقي على الحيتان وقفله، وهتلاقي روتين غير عادي بس هتقو كنتينيو فاكس كيف انت فاكر. مثال ايضا شركة كرافت وبدأ يشتغل على السولار انرجي، عمل شركة خد جايزة عالمية في 2014 من معهد ماسولس في التكنولوجيا الام اي تي، وبدأ يشتغل على السيستم ما شاء الله دلوقتي بيوجد للحكومة وكل قطاعات الدولة، وهو سنه لا يتجاوز 27 سنة. فبرضه دي خصائص جدا. الخوف من الفشل، انا عايز اقول لك ان انت بتقول لنفسك انا عمري ما هتنفض عن الفشل، لا انا عايز اقول لك كله فشل، كل دول واحد بتاع دوت ال 104 قلنا ربطه وطردته نفسك، هتلاقي نفسك كباحث او كشاطر لما يجي الديدلاين او تلاقي نفسك في تحدي هتنجح جدا جدا، لان انت اتعودت لازم يكون في ضغط عليك. احنا عايزين نغير ده. مثال شركة غبقة، دي شركة ويكس وبلاتفورم احنا عملناه خاص بتسويق الافكار وشيل الافكار السلبية من الناس، ان احنا درسنا سيستوري جدا، المخاطر تدرس المخاطر بكل اسوأ حالتها، يعني هتقول هتوصل لاسوأ مخاطر عندك وتبدأ تشتغل عليها. الكلام ده كله ماشي، احلى خير ريادة طبعا وانت تشتغل كرائد اعمال او كباحث، تحط في دماغ ما بني على باطل فهو باطل، وده في كل الاديان السماويه، ان انت ما ينفعش تغش، ما ينفعش تعمل ادابتيشن حاجه عشان توصل لحاجه معينه، ما ينفعش ان انا اظبط الكيرف عشان يطلع زي البحث الموجود في الحته الفنيه، لا لازم تبقى عندك مصداقيه في عملك، لان انت هتبقى سمعه عليك في عملك بعد كده. طبعا ان انت لازم تراعي اللي حواليك، اهلك، والديك، لازم تعرفهم، لازم دايما تكون جنبهم. طبعا ما تقولش ده بيزنس فمحتاج الناس، محتاج ما فيش فيه اخلاقيات، لا لازم تكون عندك كويس جدا.
مثال برضو الناس ممكن اقول انا ممكن اجي في مصر واعمل ستارت اب واجيب فيها بعض الكلمات الاجنبيه واحطها زي الشركه دي كده، لكن احنا مش عاوزين ده. احنا عندنا في مصر شويه شباب عملوا شركه اسمها نون باسامي عربيه بخريطه عربيه بكلمه عربيه، بدات تبيع منتجات اكتر كتير، وخاصه الجيل الجديد بقى متلهف يسمع لغتنا، فهو غيرته وحط صور للاسف مش كويس على التيشيرت ولا كلام احنا بنحط كلام احنا مش فاهمين معناه بقى معناه خطير جدا. لا الراجل بدا يشتغل بس بحاجه بسيطه على طول باللغه العربيه، وكانت كتير جدا. ايضا انت لازم تخسر قواعد، ما اقدرش اقوم الجامعه واقفين ضدي، الناس واقفين ضدي، ما حدش هيدعمني، الدوله الاسر ظروف في مشاكل، اصلا مطلقه اصلا مطلقه اصلا خالص. الباحث انت اللي كان ده يركز شغل عشان هيحل الامن عن طريق ان يقدر يشتغل بطريقه مختلفه. العروسة عبد الرحمن فين كان بتفضل ولا من أخيات سيئة جدا، واحدة شاطرة بنوتة ولمجموعة شباب عملوا شركة وعملوا فيها كل ناعي أكثر من باربي. باربي طبعا صناعة إسرائيلية أساسا بتتباع في دول أمريكا كلها. إسرائيل كانت بتفضل الأخلاقية بس غير البنوت أعطوها دوازنها والتيم بقى غيروا ديزاين الملابس، ده كمان غريبة جدا في منطقة الشرق الأوسط. فهي خدت الفكرة ما قالتش لا هقلح ليه على الواقع اللي انا عايشه فيه. فحاجات بسيطه ممكن تلاقيها كتير جدا انت شايفها قدام، دي مشاكل كتيره انت شايفها مشاكل، احنا بالنسبه لنا بقى دلوقتي بعد الفكر الجديد هي بالنسبه لنا فرص ان انا اقدم لها حلول. التعامل مع الفشل، ان انت لازم كل التجارب اللي سابقه اللي قبل كده ما تعتبرهاش فشل، راجعها اكتبها في ورقه مع نفسك، كل حاجه سواء شخصيه في العمل، اضطربت من شغل، اترفدت، ما ترقيتش، اترفض ترقيتك، اكتبها وراجع نفسك وشوف انت الغلطه بتاعتك كانت فين. حتى لو انت مقتنع ان المجتمع كله كان ضدك ما عنديش مشكله، ابدا غير وقول المشكله عندي انا وابدا فيها. طبعا كده استعن بربنا وتوكل على الله وفكر كبير دايما، خليك فكر اكبر من ان انت تثبت ان انا كويس، يعني ما تخشش في نقاش مع حد تثبت فيه ان انا الصح، وابدا يعني دي بقى النهايه يعني ايه، ان تحمل مسؤوليتك واشتغل لان انت ربنا حطك يعني في مكان كويس جدا جدا، يعني ان انت باحث وانطلق على بركه الله. ودي اول محاضرتها، هي محاضره بس تفتيح دماغ عن الفكر الجديد اللي احنا عايزين نفكر بيه. وقول دايما لنفسك ان كل التجارب اللي انت مريت بيها دي مش تجارب فاشله، ده كان تدريب، وتدريب قوي عشان يعلم ان انا ما غلطش الغلطه دي تاني، واوعى تكرر الغلطه قبل كده لان دي بقى دي مشكله عندك انت. تمام. ودي شركات اللي احنا برضو بنقول عليها عايزين نكون زي فاروق الباز، فلاح ولا كان عنده تعليم انجليش ولا الكلام ده، وصل لحد بقى مدير بوستن ومدير ماسا، معلم مشرفه زي ما احنا قلنا، علا غبور، زها حديد، كل الناس دي مش زينا. انا بشكركم جدا جدا واتمنى تكون المحاضره عجبتكم، واي تواصل طبعا عندنا على الشبكه هنكون جاهزين في اي رد، وده على الفيسبوك، الصفحه بتاعتي على الفيسبوك. شكرا لكم واسف الاطاله. بارك الله بك، بارك الله بك دكتوره، شكرا جزيلا على هذه المحاضره القيمه وعلى هذا الاسلوب اللطيف في العرض وبايصال المعلومه، بارك الله بك. نسال الله عز وجل انه ينفع بك، وان شاء الله نستمر وياك بالمحاضرات القادمه باذن الله عز وجل. والان اخواني الاعزاء ان نفتح باب الأسئلة، إذا أي أخ عنده سؤال أو ممكن يكتب لنا على الشات أو اللي عنده مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا دكتور، يا مرحبا. شكرا جزيلا دكتور على هذا العرض الرائع جدا في هذا الموضوع المهم، وهو يعتبر أول حلقة فنسميها حلقة، أول حلقة من أربع حلقات بصراحة يعني جدا مهمة، وأكيد راح تكون مترابطة مع بعض، لذلك الحمد لله الله وفقنا واستطعنا أن نحضر كامل هذه الحلقة المهمة جدا. وكنا نفكر بأنه لا يوجد شيء اسمه فشل، والفشل أنه تقبل بالفشل، والنجاح أنه تقبل بالفشل لكن تجد طريقة لحلها. صراحة المحاضرة كلها يعني ممكن تسمعها أتخيل كيف صارت الشبكة السويدية وكيف بعدها صارت المنتديات. البداية كانت فكرة، يعني كل المحاضرات الخطوات كلها سجلتها، وكأنما أتخيل عملية ظهور الشبكة وظهور المنتديات من بعد مساعدة الإخوان، مساعدة رؤساء المنتديات. كانت في الواقع هي عبارة عن حلم أنه أوصل إلى جامعة لندن، وبعد هذا الحلم تحقق الحلم، وصلت فيزيتنج ريسيرشر استاذ زائر في لوند، وبعدها صارت الفكره انه نعمل شبكه تخدم الباحثين والباحثين عن الجامعات. وبعدها صارت تحققت هذه الفكره
لم نكتفي بهذا القدر، قمنا نبحث عن العالمية، قلنا لماذا تبقى شبكة سويدية عراقية ونبحث عن العالمية، وصارت الفكرة تنورت. يعني كل هذه المراحل اللي مرينا بها الحمد لله يعني يبدو أنه رب العالمين يعني وكان في حقق الحلم اللي كان هذا، وإن شاء الله يعني يكون هذا مشروع هو عبارة عن مشروع مشروع ما يتمنى كل باحث عربي أو عراقي، ما يكون يتمنى أنه يلتقي العلماء ويحقق كبده ويطوق بحثه. يعني كل المشاكل الموجودة حاولنا أن نجد لها طريقة معينة. آخر موضوع اللي اكتشفناه أنه هناك موضوع عدم وجود، أو هناك موضوع أنه في أفكار وفي بحوث وفي رسائل لكن لا تتوق. فالله ألهمنا أنه بوجود الدكتورة رادة معانا اللي هي متخصصة أو متقدمة عنا كثيرا في هذا الموضوع، أنها صارت بسم عندنا وهذه يسعدنا وشرفنا بصراحة. يعني خطوات كثيرة كلها تضعت الآن، إن شاء الله يعني نتقدم حضرات من حق الشيء موضوع أفكارنا شكو الناس تكبر جمالي فعقب تلك كيف شكرا جزيلا. كان عبارة ليس عن سؤال وإنما هو عبارة عن مقارنة بين عملنا اللي بدأ بشبكة سويدية عراقية وانتهى بمنتديات 12، وآخر شيء أضيفت لها قسم تسويق وتمويل البحث العلمي. شكرا جزيلا والسلام عليكم. بارك الله بك دكتور، جزاك الله خير، شكرا جزيلا على المداخلة. نعم أخواني الأعزاء، أكو أحد عنده مداخلة أو سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أنا دكتور ليث، يا مرحبا أخي العزيز، تفضل. أهلا وسهلا. طبعا دكتور فهد يعني نشكرك جدا على المحاضرة القيمة واللي نورت بيها الحضور ونورت يعني معرفتنا في هذا الموضوع. أنا بس أنا شغال في موضوع ريادة الأعمال، وإحنا حكينا سابقا في هذا الموضوع أنا وحضرتك اللي لمسناه خصوصا إحنا. أنا بشتغل في موضوع ريادة الأعمال يعني على الشباب العراقي، اللي لمسناه من خلال كلامنا مع الشباب العراقي خلال السنتين الماضية أنه هناك طاقات، هناك أفكار، بس ما في السكيلز. يعني انت كرائد اعمال لازم تكون انت مهيئ بالسكيلز، سوفت سكيلز وهارد سكيلز ما عدا التكنيكال سكيلز. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني الشباب انا استشفيت من عندهم انه موضوع رياده الاعمال بالنسبه للشباب انه انا اقدر اعمل كل الاشياء، انا اقدر اسوي تكنيكال بارت من الايديا، وانا اقدر اعمل الليجل بارت اوف ذا ايديا، وانا اللي اقدر اعمل دراسه الجدوى، وانا اللي اقدر اعمل الفاينانس. موضوع العمل كفريق مفقود عندنا في هذا الموضوع جدا. هل هذه الحالة هي كحالة عامة عندنا في الوطن العربي أم هي فقط وأشكرك بارك الله بك دكتور لي. نعم نعم تفضلي دكتورة. للأسف مستحيل هيكون رائد عمل أو بحث عندي حتى الشيء صحيح إلا لما يكون في
مالتي ديسيبلين مالتي مالتي كاركتر يعني شخصيات مختلفه. حد زي ما انت قلت حد بتاع اعلام حد مالتي حد بتاع قانون لازم تشوف حتى البحث العلمي ما ينفعش تقول لي مهندسه او انا هندسه اشتغل من غير ما اعمل دراسه جدوى عايزه حد من بتوع اقتصاد او بتوع محاسبه عشان يكون البحث صحيح اللي كنا بنعمله الفترات اللي فاتت ده بفلوس مقطوره غير كامله. فالفكره يعني اللي عاوز ينجح ومره ثانيه خلي اللي يخش معاك عادي جدا مره واثنين وثلاثه من خدع وتنسرق وتضيع منك الفكره ما عندناش مشكله لان انت كلها تعليم ليك. لكن لو فضلت تقول لي فكرتي ولوحدي بعد شويه عليك بعد عمر طويل هتاخد الفكره معاك ومحدش يعرف عنك حاجه. لكن انت لو دخلت مره واثنين وجربت مع فريق عامل مره يطلع كويس المره اللي بعدها او يطلع سيء اللي بعدها يطلع احسن ولا هو هتقلق تتعامل مع بشر. ان احنا اللي بيشتغل في المجال دي بتقعد فتره مسؤول بيكون انا اسفه شويه سلفش عندي البلانيه شويه عاليه ان هو بيطلع على كتب ومقرر عاوز يطلع الاول ما تكون في الوقت. السوق عايز تعامل السوق او والمجتمع كله والجيل الجديد على فكره بيحتاجنا يعني محتاج يشوف ده عندنا. فهي ما تقلقش احنا بنكون ضرب الناس على ده واحنا دلوقتي بنعمل ده وحتى بنجيب له سكسس ستوريز ان انت شايفه طالع قدام ده وراجل عمل مجال وراه. شكرا شكرا دكتورة غادة وشكرا لإطلاعك ويعني أنت رصيد يعني أسد ما شاء الله كبير للمنتج وإذن جميعا ونتدي بك يعني كرائدة أعمال إن شاء الله. بارك الله بك دكتور. عندي مداخلة صغيرة بخصوص هذا الموضوع اللي طرحته دكتور ليث. بصراحة احنا بالعراق بحكم انه انا استاذ اكاديمي بالعراق احنا هذه المسألة يعني يقع علينا الـ شوية اللوم كمؤسسات. احنا يعني النالج عندنا بالمؤسسات انه صوتي واضح؟ احنا كمؤسسات علميه احنا النولج اللي عندنا السائد انه الاعمال المشتركه لان احنا بالجامعات الباحث الرابع ما يستفاد من البحث ولا الباحث الخامس. التيم عندنا ثلاثه يستفادون الرابع ما يستفاد حتى في نظام الترقيات العلميه حتى في كتب الشكر في اي شيء. احنا عندنا الجروب اذا كبر هذا فشيء سيء بالبحث. احنا ننتقد حتى كأكاديميين هو يعني سمعان البحث شلون يصير بي اكثر من 6 أو 7. احنا هذه المفاهيم اذا ما احنا نبدي نحاربها ونحاول نشيع انه اكو شيء اسمه تيم لازم يعمل وسياسة العمل المنفرد هي سياسة خاطئة لان اثبت خطأها بكل العالم. الان احنا حتى كاساتذة شوفنا احنا بالعراق على مستوى مثلا السايتيشن او مستوى الاتشندكس احنا نتاجنا البحثي كثير لكن الاتشندكس قليل. ليش؟ لان احنا كل من يشتغل وحده ماكو سايتيشن على بحوثنا بينما لمن انا عندي تيم السايتيشن اكيد يزيد والاتشندكس مالتي اكيد يزيد. فاحنا بصراحة احنا بالعراق علينا احنا في مؤسساتنا انه نشيع هذا الفكر انه العمل البحثي كجروب افضل من العمل المنفرد وان شاء الله الله عز وجل يمكننا من اشاعة هذه المسألة بإذن الله. بارك الله بكم. عمل مدة كامل بارك الله بك دكتورة. شكرا جزيلا. بارك الله بكم اخواني الحضور وشكرا جزيلا لوقتكم ونكرر شكرنا للدكتورة غادة وان شاء الله الاحد القادم على موعد معها ان شاء الله بالمحاضرة الثانية.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا.